مباشر، أهلا بك معنا في نشرة الرابعة. لحد الآن قوات النظام تحاول استعادة السيطرة من الجيش الحر، لكن في أي المناطق نجحت في ذلك؟ لم تنجح سيدتي الكريمة قوات النظام في إعادة السيطرة ولا على منطقة، فهي تحاول في المدينة وخاصة في حي جبيلة وحي الرشدية. هناك محاولات تسلل متكررة ومحاولات تقدم في هذين الحيين اللذين يعتبران الجبهتين، الجبهة الأولى في مدينة دير الزور حاليا، بسبب أن حي جبيلة هو الحي المقابل لحي الجورة حيث يتركز قوات النظام. هذين الحيين يتعرضان دائما لمحاولات تقدم وتسلل من قبل قوات النظام، بالإضافة حيث تدور اشتباكات عنيفة بين قوات النظام وقوات الجيش الحر، بالإضافة بالتزامن مع قصف عنيف من مدفعية الجبل وراجمات الصواريخ التي تساند قوات النظام أثناء هذه المحاولات بهدف إعادة السيطرة أو التقدم في هذين الحيين. بالانتقال إلى مطار دير الزور العسكري الذي يشهد هو الآخر محاولات تقدم، وخاصة في القطاع الجنوبي الذي يشكل منطقة استراتيجية مهمة بالنسبة لقوات النظام، فهناك محاولات متكررة بشكل يومي. منذ لحظات كانت هناك محاولة تقدم، ولكن الجيش الحر يتصدى لها بكافة أنواع الأسلحة المتوفرة وخاصة الأسلحة محلية الصنع، بذلك نمنع قوات النظام من أي محاولة تقدم باتجاه إن كان الريف أو المدينة. دعينا نتوقف عند تفاصيل المعركة وشكل المعركة بالنسبة للجيش الحر. هل يواجه الجيش الحر في دير الزور القوات، أي قوات النظام إضافة إلى المجموعات المسلحة الإرهابية؟ هل هذا ما يواجه الجيش الحر في دير الزور، أم أنه المعركة فقط بين طرفين قوات النظام والجيش الحر؟ لا، هناك معركتان الآن يخوضها الجيش الحر في مدينة دير الزور وعلى جبهتين مختلفتين، فلدينا جبهة مع قوات النظام التي تحاول التقدم والتسلل كما ذكرنا سابقا. وهناك الجبهة الأخرى التي فتحت على الجيش الحر من قبل دولة داعش أو دولة الشام والعراق من جهة الريف الشرقي الجزيرة. فالجيش الحر الآن يخوض معركتين مع قوات النظام ومعركة مع دولة الشام والعراق، ولكن الحمد لله بالأمس استطاع السيطرة على أغلب المناطق أو الأماكن الحيوية التي أخذتها دولة العراق والشام في وقت سابق. تمت السيطرة عليها بشكل كامل باستثناء منجم الملح الموجود في الريف الغربي. وهنا أسأل عن وضع السكان على ضوء هذه المعارك بين الجيش الحر والمجموعات الإرهابية أو الجيش الحر والقوات النظامية، كيف هو وضع السكان جيهان؟ وضع سيء للغاية، يعني بالنسبة للسكان المدنيين أنت تعرفين أي اشتباك أو يتعرض دائما المطار في محاولات التقدم أو التسلل أو أي اشتباكات تدور على أسوار المطار. أي تقدم للجيش الحر يرد المطار بقصف عنيف على المدنيين، دائما يكون رد القوات النظام على المدنيين. دولة داعش كان ردها بأن قامت بتصفية السجناء الموجودين لديها او الاسرى المعتقلين لديها، ومن بينهم كان هناك قاضي اليوم، يعني تم تصفيه قاضي وهو زهير طوير. الرد يكون قاسيا ويكون دائما باتجاه المدنيين، فالمدنيين يعيشون حاله سيئه جدا. دائما الرد باتجاه المدنيين. شكرا جزيلا على مشاركتك معنا في نشره الرابعه عبر سكايب من دير الزور، جيهان الاحمد مراسله شبكه سوريا مباشر، واعتذر بسبب تقطع الصوت يعني بشكل بسيط من المصدر.